يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالواجب على المسلم من حيث الأصل أن يكون صامتا وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير محقق، أما إذا كان شرا محضا فإنه لا يجوز أن يتكلم به، وإن كان لا يدري أهو خير أم شر فإنه لا ينبغي له أن يتكلم به.